أنا بيكون في قناة سكريبت الديب والدارك ويب، موضوع غريب وبنسمع عنه على طول، بس ايه حكايته بالظبط؟ الموضوع هيكون غريب اكتر لما تعرفه ان احنا بنستخدم 5% بس من مجمل النت. طب ال 95% الباقيين ايه اللي بيحصل فيهم بالظبط؟ قبل ما ابدا، كل ضغط لايك وشارك في القناه، والاهم من ده كله انكم تشغلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكم كل التنبيهات اول باول. صاحب الكومنت ده هو صاحب فكره النهارده، لو عايزين نتكلم عن اي موضوع معين اكتبوه في الكومنتات. اما دول هم اللي كتبوا 20 كومنت في الفيديو اللي فات، لو عايزين انكم تظهروا في الفيديو الجاي اكتبوا 20 كومنت في الفيديو ده. ويلا بينا. النت عامل زي جبل التلج الكبير ده، اللي ظهر فوق المية هو النت اللي كلنا شغالين بيه، بس لو بصينا تحت شوية هنلاقي ان في عالم تاني محدش يعرف عنه اي حاجة. ده بقى الجانب المظلم للنت، واكيد ليه ناسه، يعني مش اي حد ببساطة يقدر يدخل للنت المظلم، علشان ده متفارس بطريقة معينة ومش اي متصفح يقدر يدخلك عليه، لا ده ليه متصفحات غريبة ومش معروفة. جانب النت المظلم ده بينقسم لنوعين، اول نوع هو الدارك ويب او النت المظلم، وده بقى بيستخدمه الصحفيين والناس اللي هم مكانتهم عالية في الدولة واللي عاوزين وصلوا في سرية تامة ومحدش يعرف كلامهم بيدور عن ايه. ده غير ان في مواقع سرية للحكومات. طب ليه بيستخدموا الدارك ويب مع ان في قدامهم النت العادي واللي مفتوح لكل الناس واللي احنا عارفينه؟ ده علشان الدارك ويب متشفر خالص ومفيش اي حد يقدر يتجسس على اي حد تاني موجود جواه، غير ان اللي موجودين عليه محدش يقدر يوصل لهم ولا يعرف هم مين ولا فين. علشان كده الحكومات عامل مواقع سرية على الدارك ويب وبيتواصلوا في سرية تامة عشان محدش يعرف ايه اللي بيدور بينهم. بس في يوم قدرت الحكومة الامريكية انها تكشف رسائل سرية بين مجموعة ارهابية وبين سفارة مجهولة. طبعا ده كله كان بيحصل في الدارك ويب واللي يعتبر القسم الهادي والمحترم ابن الناس اللي ما بيحصلش فيه مشاكل على الانترنت المظلم. اما القسم التاني بقى واللي يعتبر ابو المشاكل كلها واللي بيحصل فيه كل حاجة مخالفة وموجود عليه كل حاجة مش موجودة على النت المفتوح اللي هو العادي، وده هو الديب ويب. بس ايه اللي بيحصل فيه بالظبط؟ ده يعتبر اخطر مكان موجود على النت، واللي موجود فيه زي ما قلنا كل حاجة ممنوعة عن النت العادي. في الديب ويب بتلاقي كل مواقع تجار المخدرات وبكل انواعها. وفي سنة 2011 كان واحد اسمه روس ويليام فتح الموقع على الديب ويب هو كمان، وكان بيبيع فيه كل انواع المخدرات، وكان مسمي الموقع ده طريق الحرير. فضل يبيع لحد ما وصلت ارباحه لاكثر من مليار دولار، وفي وقته صار جامد، لحد ما جه اليوم وكلمه هاكر كندي وكان عمال بيهدده بيقول له ان هو وصل لمعلومات مهمه جدا عن الناس اللي كانوا بيشتروا من عنده المخدرات، وكده عرف هويه الناس دي. طبعا الكلام ده لو كان اتنشر كان هيعمل مشاكل كبيره جامد لروس اللي هو صاحب الموقع. على طول قام مأجر هاكرز تانيين واللي كانوا موجودين على الديب ويب قدروا يوصلوا لمعلومات عن الهاكر الكندي ده، وكمان جابوا صورته من خلال كاميرا اللابتوب وجابها من غير ما يحس. ولما عرف العنوان بتاعه روس قام مأجر قاتل المأجور من على الديب ويب برضه، وبعت له معلومات الراجل الكندي وكمان صورته، والقاتل المأجور راح في سنه 2013 وقتل الهاكر الكندي. وبعد شغل كبير من مكاتب التحقيق الفدرالي قدروا يوصلوا لمعلومات كتيرة جامد عن روس ويليام اللي هو صاحب الموقع ده، وكمان قدروا يعرفوا هويته الحقيقيه وقبضوا عليه واخد سجن مؤبد. وهنا اتقفل اكبر واقوى موقع لبيع المخدرات على الديب ويب. لو جينا بقى لاخطر المواقع اللي موجوده على الديب ويب فهنلاقي ان في مواقع كتيره بتبيع الاسلحه او بتتاجر فيها بصفه عامه يعني، وكل التعاملات فيها بتتم في السر، غير بقى مواقع القتل المؤجرين واللي يعتبره من اخطر المواقع اللي موجوده على الديب ويب. موجود عليهم فعليا قتل مؤجرين من كل حته، العميل بيبعت لهم صوره الضحيه وكمان معلومات عنه، وعلى طول القاتل المأجور يروح يقتل الضحيه، وبعد ما يخلص بيستلم فلوسه، والحكومه عماله بتحاول توصل للناس دول بس في الاخر بيفشلوا عشان كل حاجه زي ما قلنا متشفره على الديب ويب. في بقى مواقع تجاره الاعضاء البشريه، وكل حاجه موجوده في جسم الانسان بتلاقوها معروضه في المواقع دي، كل اللي فاتكم واللي جايكم تاني، واللي يعتبروا ابشع مواقع على الديب ويب مواقع جنس الاطفال. في نفس الوقت بيعتبروا اكتر مواقع موجوده على الانترنت المظلم بصفه عامه، دول اكتر من 50,000 موقع، انت متخيل؟ كل دول بيعرضوا حالات اعتداء جنسي على الاطفال. طبعا ده كل بيكون من طلب الجماهير اللي هما بيكونوا في الاساس مرضى نفسيين. وبعد كده مواقع الغرفه الحمراء، من ابشع واسود المواقع اللي موجوده على الديب ويب، بيكون موجود عليها بث مباشر واحيانا اغتصاب الاطفال الصغيرين والستات، واصحاب المواقع دي بيخطفوا الناس المشردين في الشوارع، وغير كده كمان الاطفال الصغيرين، وبيفتحوا بث مباشر على المواقع دي، بعدها يعملوا كل حاجه بيطلبها المشاهدين، طبعا ده كله بعد ما يدفعوا. في ناس بيطلبوا التعذيب، وناس بيطلبوا الاغتصاب، وناس كمان بيطلبوا القتل، واغلبيه الناس اللي بيتخطفوا دول بتكون اخرتهم الموت، واكيد طبعا المشاهدين اللي بيطلبوا الحاجات دي هم برضو المرضى النفسيين. في سنه 2010 اتسرب فيديو كان موجود على الديب ويب، كان لمجموعه ناس بيعذبوا واحد وبيخلوه ياكل غصب عنه حاجه قدامه ما كانتش معروفه، لحد ما طلع واحد من اللي كانوا شاف الفيديو وقال ان الراجل ده كان الخطف هو واسرته كلها، وفي الاخر كلهم اتقتلوا ما عدا هو بس اللي سابوه حي، وبعدها اجبروه ان هو ياكل لحم اسرته، والراجل ما كانش قدامه حاجه يعملها، كان عمال بياكل من لحم اسرته وهو عمال بيعيط ومذلول. الفيديو اللي كان متصور ده خلى الناس كلها متعصبين وعاوزين يعملوا اي حاجه، عاوزين يشوفوا حل للمشكله الكبيره دي
بس هيعملوا ايه؟ بعد كده مواقع القراصنه او الهاكرز، دول بقى اي حد يدخل لهم يدفع لهم الفلوس ويطلب منهم يخترقوا له اي حاجه فعلا بيخترقوها له، بس مش اي حد يقدر يتعامل معاهم. علشان بكل بساطه اول ما تدخل عندهم في الموقع يقدروا انهم يهكروك في ثواني، يوصلوا بقى لعنوانك وصورك وكل حاجه عنك، وما تقدرش تعمل اي حاجه عشان هما في الاساس عمالقه المجال. في بقى مواقع صناعه الاسلحه، وفي المواقع دي بيعلموا الناس ازاي يصنعوا الاسلحه وكمان المتفجرات، والمواقع دي بالذات الحكومه مستقصداها عاوزين ينهوها خالص. غير بقى مواقع تجاره البشر، في المواقع دي بيخطفوا الناس ويعرضوها للبيع، وغالبا اصحاب المواقع دي بيكونوا هما المافيا العالميين. طيب بعد كل البيع والشراء ده الناس ازاي بيدفعوا فلوسهم؟ ما انت بتقول دلوقتي ان في اختراق وهاكرز وحاجات كبيره كده، طب كده الناس هيدفعوا ازاي؟ هنا بقى اي حد بيدخل الموقع ده بيستخدم حاجه اسمها عمله البيتكوين، دي بقى عمله الكترونيه كده متشفره خالص ومحدش يقدر يوصل لمعلومات صاحبها. طيب هو اي حد يقدر يدخل للدارك ويب او الديب ويب؟ يعني في طريقه سهله عشان اي حد يقدر يدخل؟ في الحقيقه موجود اكتر من طريقه، واسهل طريقه فيهم هي عن طريق متصفح تور، بس في حاجه لازم تحطوها حلقه في ودانكم، دخول الحمام مش زي خروجه. اول ما تدخل احتمال كبير جامد ان انت تكون كده خلاص اتهكرت وفي حد بيراقبك، وغير كده هيكون سهل جامد انهم يوصلوا له معلوماتك وعنوانك وصورك وكل حاجه، غير انهم يقدروا يفتحوا كاميرا التليفون الاماميه اللي موجوده في ايديك ويراقبوك من غير ما انت تحس. يعني بكل بساطه في الاخر كده ممكن تلاقي نفسك متهدد بالقتل. الموضوع مش سهل خالص علشان اي حد يقدر يدخل ويطلع من تاني، وبس كده. وبكده نكون وصلنا لاخر فيديو النهارده، لو عجبكم اضغطوا لايك وشاركوا في القناه وشغلوا زر الجرس علشان توصلكم كل التنبيهات اول باول. مستنيكم على الانستجرام، اللينك هتلاقوه في اول كومنت وكمان في الديسكريبشن، واكتبوا 20 كومنت عشان تظهروا في الفيديو الجاي. وبس كده من تاني، ومع السلامه.